مركز الشرق الأوسط للديمقراطية والعنف مند بالتعاون مع معهد الإعلام العصري يقدم المسلسل الإذاعي حدوتة البلد، تأليف حسام أبو عيشي، إخراج أحمد أبو سلعوم. خلنا نقعد هون، احنا لسه بالجامعة وفي كتير طلاب. خلاص هون منيح. حاضر، تفضل هينا لحالنا. بدك تسمعيني منيح؟ سامعة. الإنسان مرات بتصرف تصرفات بتكون يعني مش كتير مدروسة، وبعدين لما براجع نفسه بلاقي نفسه غلطان. ادخل بالموضوع. ليش انت دائما عدائية يا ميس وعصبية؟ لا مش أجرسيف، بس عندي محاضرة كمان شوي، خلنا نحكي باختصار بلاش يضيع الوقت. وانت ما قلتش لسه اشي منك تقوله. بس اعطيني فرصة احكي من دون ما تقاطع حبل افكاري. تفضل. شكرا. كل اللي صار خلال الشهور الماضية بالجامعة والخلافات حول الاقساط وغيرها واضراب الطلاب اجى بفترة كنت فيها هيك مش مركز، وللأسف عايدة كانت تدفع دايما باتجاه التوتر بدل ما تدفع باتجاه التفاهم. بس الحكي هون مش عن إشي شخصي، مستقبل الطلاب ومستقبل حياتهم. خليني بس أكمل. اللي شهر يمكن هيك براجع كل اللي صار، ولما خططت أنا وأميرة إنه أشوفك بعيد ميلادها كنت بدي أحكي، بس الأجواء ما كانت تساعد كتير. أيوة أنا بعتذر كتير، كمان مرة بعتذر لك عن الإزعاج والضرر إذا حصلوا سببت لك إياه، وحابب بصراحة يعني أفتح صفحة جديدة بالعلاقة. أنا ولا مرة كان عندي مشكلة في العلاقة مع الناس، بس أنا من جهتي ما بحب أخلط العام بالخاص وأخلي واحد يأثر على التاني. أنا ما بشك إنك ذكي ومتفوق بالجامعة، عشان هيك كنت كتير أتفاجأ في المسافة اللي بين ثقافتك وسلوكك، والمفروض إنك مثل نموذج قيادي للطلاب وفي المجتمع كمان. يعني سوري، كان المفروض تفكر شوي، تدرس تصرفاتك قبل ما تقوم فيها. انت كنت مندفع بشكل مش طبيعي. كملي كملي، كلامك صحيح. بالنسبة لعايدة، انا فيش اشي شخصي بيني وبينها، مع اني ما بتفق معها في كتير من المواقف، بتضل زميلة دراسة، ممكن نكون اصحاب وممكن لا. هلا ريحتيني. يعني كنت تعبان، لو قعدت شوي بترتاح. هيك بتعرفت نكتي؟ قالوا لك عني هالقد نكدي؟ أنا بحسب اللي بعمله وين ومع مين. يعني صافي يا لبن؟ حليب يا قشطة. وين غطسين؟ دورت عليكم كل الجامعة. آه يا حرام، شو بريئة، بتلاقيكي أنت ورا القصة كلها، بتخططي وبتعملي حالك معك شو خبر. في الخير وحياتك دايما. في الخير. خليل صديق من السنة الماضية، وانت أحلى وأسكى صديقة لي، my best friend. أنا مدين لأميرة إنها دوبت التلج. المهم اللي تحته. أنا تحته. في وقت لقدام تحكوا اللي بدكم إياه. شو قصدي؟ قصدي شريف. شو؟ إمتى بدنا نزور عايدة؟ عايدة؟ صحيح إلي يومين ثلاثة ما بشوفها بالجامعة، وينها؟ مريضة، اتصلت عليها مبارح، بس سوري ما بقدر أروح لحالي أزورها. منروح سوا، لو حكيته من أول. عن جد بتحكي؟ بشوفك اتفاجأت زي الضفدع اللي دعس على بطنها. اهلا وسهلا يا ميت مرحبا. اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا، البيت بيتكم. اهلا وسهلا بالشباب الصبايا. ام رشيد، يا ام رشيد، هدول الشباب والصبايا جايين عشان عايدة. اهلين اهلين، تفضلوا. مرحبا انتي، كيفك؟ الحمد لله الحمد لله. تفضلي حبيبتي، تفضلوا تفضلوا حبايبي كلكم. انتي هذا خليل زميلنا بالجامعة. اهلا وسهلا، تشرفنا يا عم البيت بيتك. خلينا نرضى عليك. وهاي مي، سنة اولى طب اسنان. اوه برافو برافو، جود لك. مرحبا خالتو. ميرسي كلك ذوق. مين هاي ميس؟ ولا مرة دودي جابت سيرتها؟ عشان سنة اولى، وبصراحة كان في تاتش بينها وبين عايدة، بس الحمد لله بيضلوا صحبات.
فوتوا فوتوا تفضلوا أصلاً، هيا دودي جوا بالغرفة. ادخلوا قبلي وقولي لهم إني معكم، تعرف كيف يعني أنا شاب. أوكي مش مشكلة، فوتي مايس. لا أنت فوتي قبلي. أنت قبل الكل. مرحبا عايدة، سلامتك بروح الشر عنك. الجامعة من غيرك مش حلوة بالمرة، ولك مالك ساكتة؟ مش مصدقة. أنتي مايس أول وحدة وأول مرة بتيجي عبيتنا، وهون قدامي بغرفة نومي. أظن مش وقت هذا الحكي، خلي مشاكل الجامعة بالجامعة. أنا جاي أقول لك سلامتك وبروح الشر عنك. دودي حبيبتي سلامتك، خليه برا، خليه يدخل. لحظة لحظة، حطي هذا الشرشف عليكي. خليل تفضل. يا الله يا ساتر، الحمد لله على السلام عليك يا عايدة. الله يسلمكم كلكم. مش عارفة شو صار، بس البابا بيقول انه الدكتور حكى تسمم من الشوكولاتة مع انها ماركة. مثل صريخة. اذا الفساد وصل للأكل والشرب معناته احنا بأخرها. ماك حق ميس، في ناس ما بتخاف الله وحياة الناس مش في حسابهم. والله حرام، بس مش هون المشكلة، هدول بيجيبوا زبالة المستوطنات وبكبوها على الناس كب. مزبوط ميس، كلامك صحيح 100%، هي هيك زبالة مستوطنات. شو تشربوا؟ أنا مي. وأنا مي. عايدة أجيب لك إشي؟ لا مش قادر أحط إشي ببطني، هلأ شربت مرمية مرة. شدي حالك، ولك مشتاقة لطوشة. أنا مش عارفة إيش أحكي لك، عن جد أنتي قاسم. هل أنت بتقدري تفصل الأشياء وتسامحي؟ ولك وحدي الله، الموضوع مش مستاهل. الدنيا هيك بدون خلافات مرات ما بتمشي. المهم نعطي كل موضوع حجمه وما منبالغ بمشاعرنا، نكبر المواضيع الصغيرة ونصغر المواضيع الكبيرة. ميس أول ما سمعت أنك مريضة هي للمتنا. صح، شكرا كتير لكم. يظهر كان لازم امرض عشان اقعد بالتخت مده طويله لحالي وهيك. لا حبيبتي ان شاء الله ما بتطولي، ولا مش حابه تيجي عيد ميلادي؟ لا كيف جايين، احنا ما بنقدرش نتاخر يا ميس. وبشي بخصك هاي حواديت البلد، حكايات القدس. ايه شباب خلصتوا؟ الله يعطيكم العافية. كل شي تمام استاذ، اطمن. انا مش مصدق حالي. ليش انت بتكذب حالك؟ اسوأ هادي بالدنيا هاي. لا لا مش قصدي هيك، مش مصدق حالي انه معي مصاري الي من تعبي، ومفكر كمان انه ابدأ اعطي ابوي من معاشي. الاشي بايد الله دايما، بس لما يكون الانسان ينوي يمشي دغري ويقصد باب الله، الله بيوفقه. وين وسيم اللي قابلته اول مرة وكان يتخطخ؟ وين وسيم اليوم؟ وسيم أول كان جحش. سلامة قيمتك. ومراد والله كمان مبدع بالشغل، ولا لا؟ مراد؟ مراد؟ آسف 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 سليم، والله ما أنا منتبه، حقك علي. شو حكيت؟ ما سمعتش. مالك في إشي؟ سلامتك سرحت شوي. لا تمام، إذا في إشي احكي أنا سداد. لا والله والله أبدا. ها ها، أظني في إشي وإشي حلو كمان. خير خير خير، يلا وسيم مش مروح؟ انا بدي اروح. استنى شوي، شو قصتك يا زلمه؟ ما كل يوم نروح مع بعض. لا لا انا اليوم مستعجل، بدي اروح على السوق اجيب شويه اغراض، ابوي وصاني عليهم. يلا سلام. سلام، الله معك. مراد جدع، بسرعه لاقى طريقه وما شاء الله عنه، الكل مبسوط منه. وانا وانت طبعا ما شاء الله عنك. ما هلا كنت اقول لك وين كنا وين صرنا. سترايدا نورت الشركه. الشركة منورة بحالها، ولا نسيت إنها شركة كهرباء. شو هالكبسية هاي؟ أنا كبسية هلا؟ كبسية حلوة بتجنن، يريد كل الكبسيات زيها. شو؟ أنت بتعرف كبسية غير؟ عن إذنكم لحد هون أنا تمام، بلاش أكل لي كبسية براسي. سلام. سلام سلام. سلم على أبوك وميعادنا الخميس، ولا بطلت عن العزومة؟ لا شو بطلت، والله أبوي ما هو مصدق هو يشوفك. يلا سلام منلتقي. يا ستي شو الأخبار؟ الأخبار عندك؟ مالك تعبانة؟ لا والله، بس اليوم زي العمى، أنطون وجمعة ما أجوا. ما أنت عارف أبو الياس مسكين وضعه خلص شكله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عارفة، خلص نصيبه، عمليتين فتح قلب مش قليلة ما تحمل.
المهم حملت القصة على راسي، استأجرت ترك من المصرارة وودينا ماكينات ومكيفات لبيت سحور، والدنيا نار شوب. الله يعطيك العافية. الله يزيدك. جوعانة جوعانة ميت جوع، مطول؟ ربع ساعة زمان. ماشي. على فكرة غرفة النوم بكرة بتيجي من نابلس، نفس اللي شفتيها بالكتالوج. المهم بتنفع للنوم. لا للسفرة. لازم نعمل لستة المعازيم. ماشي، الليل أنا بكتب الأهل والمعارف وأكم من واحد من الشركة والباقي عندك. تمام. صحيح، الليلة في شباب رح يعودوا يبنوا الخيمة تبعت سلواني اللي هدوها هداك اليوم. المجموعة منيحة، حوالي 15 شاب وصبية. اشترينا شادر من النوع المنيح، وفي حدا من أهل البلد تبرع إنه يسوي أكل على حسابه، وهدول المتضمنين اللي كل أسبوع بيعملوا فعالية جابوا تلاجة مي باردة، ورتبنا مع جمعية سلوان تبعت الخيمة. أكم من عائلة رح يعملوا كل يوم من 10 للـ1 وجبة أكل خفيفة. بتعرف العدد، ما هو بيزيد مرة وبخس مرة، وفي ناس بتضل. مش معقول يعني هيك. الله يعطيك العافية، بس ارحمي حالك شوي، والله كتير هيك عليكي. ما هو أنا هيك برحم حالي وبرحم غيري، عشان بركي الله رحمنا كلياتنا وخلصنا من هالحالة. مش معقول اللي بيصير في القدس، ومش معقول كمان إنه إحنا أهلها نقعد نتفرج ونشكي. والله على قولتك، ما حدا سائل ولا حدا حاسس. أظني خلصوا 15 دقيقة ولا لا؟ نعم صحيح. يلا خليني أشطب وبلحقك. أشطب؟ حسست طريش ولا بليت هالزلمة؟ اللهجة واحدة فلسطينية. المسلسل الإذاعي حدوتة البلد، تمثيل شادن سليم، داوود طوطح، سندس عرفة، دانا صغير، نضال أبو سلعون، محمد الطويل، علاء أبو غربية، رشا الكرد، حسام أبو عيشة، أحمد أبو سلعون. منتج وتسجيل علي قطيري، رياض الخطيب. موسيقى فرقة الكيان. متابعة إنتاج بسان نوفل. تنسيق وإشراف داود أبو لبدي. إشراف عام لوسي نسيبة.